سؤال شو هذا سؤال وشو هذا ودين النوم شيخ محمد الشغيا هي لها صفة فوكا وحايقوا بحضة العقلة وطبيعة ربكم والله يقول لي بي صفة فوكا ما أنا كرر يا سيدي لوكا معها محاسبة يا أتقول أتقل معي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أفكاسي هنتيرا بحضي ولقولي هاي حلال ما هاي ويكبير بير تسو مربع حوغا وقالي تاسي قاعد وحيات كشغين شفتي أدة أتكشقي صام مؤسسة أي العقاها كوكولي بشفتي ديبو إيه أقومه مساكين تطباها تضبا رئيسا يا بي عاون عاون ماذا كلهم يبتشرين وحاون بيتورين شلمات كان هذه القوة حصدي ما لها أسادين قوع لنيسا تاطنوشا هاي سكدين بح إلهي نوت وبدكين دعاء بضان إلهي باري استغفار بضان الله يموه صلاة بضان وصناعة تكو أنت دانا اسكعي ووجوه ذي مركي هوري اللي يجودي بي كقر قاضي دي وعلي ضدكي بارنا المحتاج كها أنت دانا لها أدوه ما الحين سلاسة دي ماذا كبير المقنيسة لا يأتينا بعدنا آخر إن شاء الله الله رجيني الله أعلم جزاك الله خير الجزاء سؤال شاك يا روح يا الله سؤال عن كنت مع رسول الله حري الى شر الى يقاطع وانا كنا بيتو رسول الله سيتوصى يا شيخ روح صدري شيخ وحنا يا ابن لبان وحنا يسوصى العقل يقول لك شيء روح كمل روح حاول تطلعي هناك وحاكم الله إلى أن عدت السيئة بل سواح يوسف إلى السنة ضاك مراس الواحد وحال رشب عن ردك وكيف عن ردك بل لم تأصبح لي المهم وكم هي ذكرها سان ردك وكيف عن عدك السيئة بسم الله الرحمن الرحيم الله بقول الله والله علينا قرد القوة هنتدى كل حين إنسان إن يسوع صاران إن حليبانا أو أي بريتو أدون كهلا أما كرسي هكهلا أما هكهلا الدنيا كلا إيا مالي وكنا كهلا نبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سدح قول إلهي ما لنت آخره لها الضمائي إل نحمد لنا أل كوه إلمائي من الطهير يا إلهي وحاي كوه لين كسامع مائي عذاب دلنا إليه سدح له وحكمنا نين ضوطي نين سبب دورنا ينا أدو يأي كأكه أدو وحكوا ينا هذا هو عراني أدو كهلا نسيري وربي أريد حلان نقول هذا سي وكان من قرينا يا قف هذا هو قف كان وحن هم نقضوك وحدونا أتهشي دن بيقى وين بعد دن بي وين واقش العقاب كاس نوا منتيسان إيسان قف كا وحال قدور تاسر عباد وشيغين وضا تشي المد وتشطف هي قف قوين يهي القوي الأمين لا مرضى الخائن الضعيف مت خائن وتوق وأفرت وجبن ومحام كل هذا عندنا يم ضعيف وحيك جدًا كريم إنه مد الله أرك إن الله مهرب مد ويستقعنا صلاة واحد كل هذا وير وايو وإنه يصير يير في زمانه سلاوي لا مرضى قضب كلنا ما كبيع كرا ninka isoo saaray hawsha ee ragga ugu bixiyay maalka hawa ka bixi karta
هذا أركت واحد ونعسن ماشين يلا واحد دبي يا كاغي من ماي كم بحر بورك كذا نك هو عالم ونعسن أصلي هذا هيدك يدين ت يضل كروحه تريا كاسا دور ميسا أشر على واقاسين يا سبحانه وتعالى مدن واد بدادي سي نفتا دين واد بدادي سي والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء شيخ سؤالك واحد على هاي شيء واحد على دروا الوضع نتكلم إلى الموارد المكافحة وحلقنا إن دروا المكافحة كل جيوم مقاهي يونيا سلا طرت هذا المهرة خلاص فريدة بلاشة واحدة بيئة وكل جيران الناس أنتني وأنت مجتمع كم عامله يا عرب من قضية الواقران النايا وقالت وقالت هل يودي شيء وليه الله سيلا معامل شيء نوع مد ما يتكو باكين قريان يقول قلو دي وحو ذا فريبا يا حيث مكا وحا لقباهم إن ضدك ركاب دبت لقا إغادية مثلا دبت محين نقوم كريسا إنا نين وحسكوه ابتهين وليه الله يسا قلو وقاقا عطي ضدك وقاريك قطع إنك عاد أسكوك تهين نوع وشوغا بربرا على قرع مهارات كويسة إلى أن تردتك ذات سيقة ديسو أو تلاوع على الميسان وعبي ميسان إلى أنك أنا أسكوك إلى أبقاك لما كانت وقت لا ضرر ولا ضرار من النبي صلى الله عليه وسلم إنما جدا إسنين إنما جدا هذه إسوء حيسة مضى موت الله وإن هذا حقا دي لكن أنا وحدي وحكاك بسوء قاري ماشاء الدين إنسان المال هو عن دمر كأي رجع بعيد أو دمر كأي رجع أيوة عن تهايوم ضد اختلاط يا دمر يا ناس تحيا عسان ومال هو عن طين يا كل شاحية يو وحاس وقال أنا هاي ماشاء الله ما يصد أو عن تلا ضد الركاب كمسافر كمناسب وحبا ريحي أو باريين وحاي وحي هذه ما أنت الله يسوق فني بريس يسوق يسوق كان الله يسوق فني تفريشة بارحنا أهين ماشونا هبو ناسن يفلي قيد مركاب ما كل باتولين وهم عامل كعين كاسا وحلي بات عمل هوا هذا اللي كان مغاني الله أعلم. جزاك الله خير الجزاء سيروك الوحى كجلي سأشى بيت الدنيا والدولي أخاتبت رسيوك واحد عن كان فريا بمكسيريا هذا يسوع تراعي من أضل تصل ضد طائفة الكعبة في المسلمين. كانوا بيلم عناد وعسك إلى أن يسألهم قفت كان بكاء ترجعوا باهيا هدي وياي مثلا أختار مجال هذا كله كتشوف أو باهيا هاد كيريس سيدا أختار كهيدا هوا عليه وياي أختار كله كتشوف ما هو أبون تبرون مكا تحنط الكيريس وحدي ما تعرف لكن قف من دكتور كوبا هي دخاتير كتير روم هدية يجوعان دخاتير تاك كتير روم لكن أتقوى هو سو ليتا أتمحن كوي هذا أتجينيس وقف كوبا جينيس الله مثل حتى هذا أيضا مركزي ما بنانا والله أعلم. السؤال شو أبغى تقوله؟ حلال بيت حلال وطن حوارك حاطة والسؤال حقي ثلاثة سوري بتي حقي عاوضة مسعودة حقا نابين كده سوري طبعا مسلم ماشي من بيمارت قوم طالس ايه تشيريس وابو يقيم مرقب بي مسعودة مركا من قريب الولاية هاي مشار خلفتي سان دارين يا مولين وشغل كان صومال عشيات نفقا عبيري وصومال صومال ومهردي صوماسي صومال ومهردي يعني يمكن مشرح عن دارين ايا وعلي وروي العبد وانكا قاطني
intay doontay cadadkeedu ahaa laakiin ii dhaabo inaad dadka dalka diinta u noqonayso daacad cusle markaa lacagtaasaa kugu xalaalaweysa laba qodob waa tilmaamay ummadda horta dhaqankeeda in loo ilaaliyaa haddii ummadda laaluusha iyo lacagaha la qurshisanayo la qoro dhaqanki ummaddu waa baaba'ay waxay noqonaysaa ummad dhaqankeedii u baaba'ay oo aan loo danaynin diinteeda iyo dowladnimadeedii iyo dalkeedii iyo dadkeedii tabaalaysnaa ee kala duwanaan aan loo danaynin dhaqaale iyo lacag keliya la eegay waa meesha ka soo baxaysa waxaa kaloo ka soo baxaysa isticmaalka lacagta in kii wacnaa ee laga jeeqoona cidla lagaga tolo kii awrta la fadhiyey liitayna in kursiga la keeno ayay taasina keenaysa maxaa meesha dee orday lacag iyo shilin baa orday meeshi maaragta maray lacagta moogta erxamalku waxay yidhaahdaa saxaradu hadday ay lacag leedahay jirjilcow waa la dhihi lahaa hadday lacag leedahay saxaradu jirjilcow waa la dhihi lahaa yacni waa iyadoo qarmuuna uraysa laakiin maxaa ma qarmuunka iyo urtii u diiday in la yidhaahdo ee lacagtay u diiday saxaradii lacag bay yaalatay marka ninkii wacnaa dadnimada iyo diintii ku wacnaan ciddaa lagaga tegayaa maadaama shilin de ku duwo aanu haynin kii shilinka lagu meelmelinaya awta la fadhiyeyna waxaa la geenayaa kursi markaasaa ummaddii la arki maayo meelay jirta waxaan leenahay laba qodob qofka sidaa su-aasha loo soo weydiiyey haddii ninkan aad dooranayso uu yahay nin liita lacagna aad ku qaadato laba dembi baad gashay ummaddiina waad khiyaamaysay laaluushna waad qaadatay haddii uu yahay nin wanaagsan oo u habboon halka kan uu yahay lacagtana aad qaadatay laaluushbaad markaa qaadatay oo halka dibaa ku jirta wallahu aclam waslatiika waxuuaaaoo gashay culimada waxaa dhacdaa in in badan in qof aan dukaankeyga aanan ku hadlayeen uu ku khasbo xildhibaankiisa inuu dowladda shaqo uga raadiyo xildhibaankii waa arrinta culays ku saaraya waa ku khasbayaa nin macnaha lagu aamini karin inuu dowladda ka shaqaalaysiiyo xirirka cadaas ku saaraya waxaynu garanaynaa ummad islaama mu'miniin miyir qabtana waynunahay caqlina waa leenahay diinna waa leenahay iminka shirkaddu markay doonayso ama xawaalad ha noqoto ama qeyrkeed ha noqoto ee qof xilka u qabta bulshaday xulaysaa idaacadayay gelinaysaa siifigii sakeen baa la leeyahay muddo dheer baa lala xulay reerku markuu nin islaama ama isina ama garaada ama boqola samaysanayo hadduu rag badan ka tegay si fiican baa loo xulay haddaan markaa markii ugu horreysay ay tahay isinnimadana ka ugu sii tadal iyo dibad baa reerka la xulay laakiin haddii arrinta tan ay tahay ummaddu saanay yeelaysaa wax jirana wey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almustashaaru mu'taman xadiis imaamu axmed qofka lala tashaday waa qof la aaminay adiga waa lagu aaminay caaqil baa tahay ama isin baa tahay xildhibaankii inaad ku cadaadiso meeshii uu qofkaa geeyo waa in aad maxaan ku yidhaahda waxba ummadda u reebi xadiiskii sheekhu uu akrinayay markii dhoweyn xafidah allah waa maqlayseen imaamu axmed soo saaray man waliya min amri lmuslimiina shay-an qofka muslimiinta arrinkooda wax ka mida xilka qabto mas-uulka ah oo dabeetana cid xilkii u magacaaba fa wallaa rajulan nin buu xilkii u dhiibay xilkaa uu ninka u dhiibay wuxuu heli karayaa mid uga habboon inuu xilkii u dhiibo faqad khaana allaha wa rasuula ilaahay rasuulkiisu khiyaamay ilaahay rasuulkiisu khiyaamay adigu kan xildhibaanka adigu hodow kuleey ugu qasbay ninkan kuma leh ilaahay baa ku leh ha ka baqin kolle hadda waad ku fadhidaaye marka ugu qasbaye adduunku kaama tuuri kara kursiga hadda ha dhow shanta sano soo socotaan kaa tuuraya war haddaynu gaadheen nasiibeene kumana dhalino aabbaha iyo hooyadaana maal kumana maxaan ku yidhaahdaa
أحسن من حتى والد كان حق هذا الذي يد أكي يلي قفت على الإسلام وأهبوني يا مسلمين تا يعيد إسكال علكة الدين إزا وضعتك مسؤولين تعين كاسو كلا الله كيا وأولاد الله كعب صلى الله كعب صلى سبحانه وتعالى ونغلي الحديث في كلمة دي شيخ رحمة الله الكتفتي ضدك عقاشة عقارتها هي هيرا وعما نتي بدن كوب نار بين متيسانة يا وحنا كشقين ما أنت كوف يسوى حرمتها جو شالوا وين نواتها جوجتي وكورك وين نوات قادتي اسم باتها أي والو على مساري سفي عن الشقي أنت إذا نسيو عن نورو إلهي أكتي نسيو عن الدولات الأخرى مركب عملنا هاي لما أنت المسؤولية حلكة نصارى أدين بحر الجبال يا دليل يا اسمه يا دليل يا يهودي لا فات في المقعاب يا دليل يا المرشحين يا دليل يا هيكو رجع حكم بين جرين يا كشقين يا وحدي خصوصين يا الله وحيري ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الله وحقل به إن كتر وعبي سبحانه وتعالى رأيت واخد جيساني تضمبه وحبكتها وقبت كيني أريهين يأدون كيني يا آخر دينا وعبر يبتك وإذا كده ما أنتون تعمال ما يروك ومن كده كرسي كان عند الكفر يسان ويدحق الله يكبر هنا كفر يسان دور أي يحتف إيه نذيب يا نهد كنه قلنا آفو إله يأتي هكل يدن بحي حرانة كتشوكس بحي حمانة كتشوكس بحي دنيا كتشوكس الله كحفظ سبحانه وتعالى سبحانك الله وحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء المالك الماضي أولاً محافظة النصر الجيسي سؤالاً عن جوابي آدي أبي مرسيين القرآن كم إذا وراها وهذا النوشي حرب سوى الدولي فان إن شاء الله تعالى إلهي تعافيهم يا سبحانه عدوك أن تخطر